اهلين مدام خير. انور هون عم يهددني. شلون؟ مستحيل. كيف دخل؟ ليك واقف هون تحت بالبنايه، تعالوا بسرعه. طيب دقيقه والدوريه بتكون عندك. يلا. الو مازن، تعال عندي فورا. لوين رايح؟ ما بدي امشي. طول عمرك تضربني وما بحكي معك شي، هلا اذا بتمشي رح اكسر رجلك. اي مالك مالك، قلت لك اذا بتحرك رح اكسر رجلك. قلتيها مرة تانية لك عفاف، أنا بدبيك. بعدين مشي. وين ما عيب. لك شو عم تعملي فيه ليه؟ شو شو عم بعمل؟ بدي بابا إشارة من الشباك. صحيح لا؟ بس إجي على بابا وفرجيكم. وينه؟ ناطر ما بالبناية. نزلوا تحت. امتى اجا؟ من الظهر. كان مانعني اتحرك من البيت وهددني وكان بده يقتلني. الاولاد بخير؟ الحمد لله بخير. انا راح ابعث لك 3 عناصر مشان يحموكي. لا خذوني معكم. وين بدنا ناخذك؟ لاي مكان ما يعرفه. خذوني لعند بنتي عبير. ماشي تفضلي. طيب بس لحتى لبس الاولاد وجهز لهم شوية اغراض. تفضل. لساتك رافضتي لبسام؟ مين قال لك اني رافضته؟ انت قايله لابوكي. انا قلت له هلا مو وقتها، بس انا ما بقدر استغني عن بسام خصوصا هلا. يعني رح تجيبيه يعيش معنا هون؟ غصب عنه مو بكيفه. طيب شو رايك نجيب واحد تاني يعيش معنا ونساوي عيله كبيره؟ عيله كبيره؟ شو قصدك؟ في واحد حابب يقضي حياته معنا هون. ايوه. عن مين عم تحكي؟ ابي؟ أبوكي. أبوكي معتر الله يعينه، عاش طول عمره وحيد وماله بالدنيا حدا غيرك وبيحبك كتير. ما فهمت، كيف بده يجي يسكن معنا؟ بأي صفة؟ بصفته جوز عمتك. عمتي؟ لا تطلعي فيني هيك، خجلتيني. تتجوزي؟ أنت تتجوزي؟ وأنا بدك تتركيني؟ أنا اللي حاربت الدنيا من شانك، بعت أبي وبعت أمي ومستعدة أترك بسام إذا ما رضي يجي يعيش معنا. بدك تتجوزي وتتركيني؟ عبير شبك أنا عم أسألك، وإذا مالك موافقة أنا كمان ما رح وافق. أنا فكرت إنه الموضوع رح يسعدك ورح يخليك تعيشي حياة سعيدة بدون ما تاكلي همي. أنت منين إجت لبالك الفكرة؟ مين حطها بعقلك؟ وهلا بعد هالعمر؟ يا عبير انا ماني كبيره. خلص انسي الموضوع، ما في داعي تجرحيني. انا فهمانه الموضوع من الاول. عاطفتك وحنانك خلته يطمع فيكي من اول ما اجى على البيت وهو عم يلف ويدور، بس انت ما كنتي عارفانه شو بده. انا هلا فهمت. عبير خلص انسي الموضوع، وبس يجي رح اقول له هو كمان ينسى الموضوع. لا تزعلي. لكن قولي له انك مالك تسلاي، واذا بده يتسلى او بده حدا يخدمه باخر عمره يروح يرجع لعند اولاده، هنن اولى فيه. اولاده؟ انت عن مين عم تحكي؟ كان مسافر وقاعد عند اولاده، شو اللي خلاه يرجع؟ عبير شبك عن مين عم تحكي انت؟ الدكتور بشير صار له بيعرفك 10 سنين، هلا اتذكر؟ لو كان بيحبك عن جد كان حكى من الاول. بس خلص والله انك مانك فهمانه شيء. انسي الموضوع، انا ما عاد بدي اتجوز، راح ضل معك طول عمري. بس بدي اياك تفهمي شيء واحد، انه اللي كان بده ياني مو الدكتور بشير. لكن مين؟ جدك تحسين. نعم؟ مين؟ قلنا انسي الموضوع. عمتي ما فهمت، عيديها من الاول، شو قلتي؟ اللي بده ياني جدك تحسين.
وانتي السبب، لانه بده يضل معك، لانه بحبك وعم يحاول يبني لك اسره ويضل جنبي ويرعاكي. ليش ما قلتي لي هيك من الاول؟ خلص انسي الموضوع. لا ما رح انسى، جدي تحسين غير شكل. لانه جدك؟ لا لانه بحبك. جدي تحسين بعمره ما تجوز، وقضى طول عمره هو عم يدور على وحده يحبها، وبالاخير لقاكي انت. هذا الشيء بخصه هو، انا كل اللي بيهمني انت. يا عمتي في فرق كبير بين انسان بده يحمي اخرته وبين انسان بحب. وجدي تحسين اذا بده اياكي فمو من شاني، هو عاملني حجه لحتى يتقرب منك. ايه بس انت رافضه المبدا. اذا جدي تحسين انا موافقه، ولو كان ما كنت وافقت، لانه جدي تحسين هو الوحيد اللي ما له مصلحه غير انه بيحبك. بس في شغله بدها تزعلني، وهي انه رح ياخذ قطعه من قلبك. بس معلش بيستاهل. صحة يا قمر. وين صارت هلا؟ سيدي جابتها الدورية هي ولادها، وبعدين وصلها الملازم بها لبيت عمتها. غلط يا أخي غلط. شلون بتتصرفوا لحالكم أنتم شلون؟ عبير هلا إذا عرفت بتقوم ما بتقعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وين بتتوقعوا إنه أنور يكون موجود؟ سيدي بيت عفاف وبيت عمتك وبيت عبد الحميد وبيت الدياب كلهم مراقبين، وكل عناصر صارت تعرف وش أنور. والفنادق؟ سيدي الدوريات كنا صعب تفوت على الاوتيل. اليوم بده يبات عندي هون، كيف ما بعرف، بدكم تجيبوه قبل ما يساوي اي شيء. سيدي كل العناصر مستنفره وجاهزه. بتخبر مازن بتخليه يراقب بيت عفاف بشكل خاص، بيت عفاف هو هدفه الرئيسي، انصرف. حاضر سيدي. وين رايحة؟ عندي مشوار ضروري. هلأ يا ماما بهالليل؟ بالنهار ولا بالليل؟ انت مالك علاقة فيه. عبير اطلعي لغرفتك وبلا هالروحة. عمتي لازم روح ضروري. عبير طالما انا ما بعرف لوين رايحة ما رح اسمح لك تطلعي. عمتي انا طول عمري بسمع كلامك، بس هالمرة ما حدا رح يقدر يمنعني. وين بدك تروحي ماما؟ بدها تقتل انور. ولي انتي لحالك ولك 10 رجال ما بيقدروا يوقفوا قدامه، انتي بدك تقتليه؟ لا انا ما بدي اقتله، انا بس بدي اشوفه، بدي اساله ليش هيك عمل فينا. اطلعي على غرفتك وبلا ولدني. عمتي من شان الله ما حدا حيقدر يمنعني. لا انا بمنعي، ما بتطلعي من هون طول ما انا طيبه. انا راح اتصل بجدك تحسين وابوكي خليه يشوفوكي. شبكي مدام هند؟ اه شبكي شوفي. اه شبك قلبي. عمتي راسي. اتصلي بدكتور بشير بسرعة. لك روحي اتصلي انا ماسكتها روحي. الو دكتور بشير، عمتي تعبانة كثير، تعال فورا. ماشي هلا جاي. كيف صارت؟ ولك انت بدك تقتلي انور ولا بدك تقتلينا؟ مشان الله مشان الله اقنعيه، بدي اشوفه، لازم اشوفه هلا، واذا ما شفته بتضل النار بقلبي طول عمري. خلص ماما بس يمسكوه الشرطه بتشوفيه وبتحكي معه. لا لازم اشوفه هلا وما بقدر استنى، بركي هرب مره تانية ما بشوفه طول العمر. عبير يا عبير عبير خلص تقبريني يا عمتي مشان الله ما تزعلي. عبير خلص الله يخليكي، والله ما بقى اروح. خلص حبيبتي خلص اطلعي على غرفتك ونامي، من هلا الصبح بيفرجها الله. ماشي ماشي تقبري. يلا اجى الدكتور بشير. الو
صباح الخير خالة. صباح الخيرات. نزار هون؟ ايه هون نايم. خير يا بنتي؟ في شي؟ لا ما في شي، بس عاوزته بشغلة ضروري. يا بنتي ساعة خمسة، قولي لي في شي. الله يخليكي خالة، فيقي لي عاوزته بشغلة كتير ضروري. طيب طيب تفضلي تفضلي فوتي. مدام هند، مدام هند، ان شاء الله. شوفي شو صار. صحتها شوي واسمعي. حابه يصير لها شيء؟ لا لا ما صار لها شيء، بس راحت. وينها؟ دورت عليها بغرفتها ما لقيتها، دورت بكل البيت ما فكرتها. خير حبيبي؟ شوفي روح البيت وامشي بسرعه معي. ليش شو صار؟ صار الوقت. اجى انوار؟ ايه اجى. طيب يلا طالع البس ثياب يجيب سلاح واشي. لا شو السلاح؟ احنا ما بدنا نقتله. لك شو بدنا نعمل؟ نقول له الحمد لله على السلامه ونرجع؟ عمل مثل ما عم اقول لك، نحن بدنا نروح نحكي معه كلمتين وبس. وبركي تهجم عليكي. وليش لحتى يتهجم علي؟ هو ما له شيء لحتى يتهجم علي، انا اللي الي عنده. طيب ماشي، ناخده معنا احتياط. اهلا مدام. سلامات. خير ان شاء الله. عبير راحت. راحت؟ شو يعني راحت؟ ما بعرف، فقنا الصبح ما لقيناها. لوين راحت؟ كانت بدها تقتل مبارح انوار. كانت بدها تطلع بالليل، انا ما خليتها، قام هربت الصبح. طيب طيب انا بعد نص ساعه بكون عندك، لا تقلقي انا بعرف وين لاقيها. انا رح خبر كمال يدور عليها. مع السلامه. نحن شو عم نعمل هون؟ لازم ناخذ تاكسي. مشان ما كل لحظه اسالك، قولي لي شو ناويه تعملي. نزار ولك وين بيكون انور هلا؟ بالاوتيل. مستحيل، لو بالاوتيل كانوا مسكوه الشرطه. معناته عند رفقاته. مثل مين؟ ما بعرف. انا بعرف واحد بيقولوا له عبد الحميد، وكان بزمانه رفيقه لانور، بس هو ما بيحبه. لنفترض انه هو متخبي عنده، شلون بدنا نوصل له؟ انا وانت لحالنا مستحيل نعرف، لازم نغير خطة. طيب انت محامي وبتفهم بالقانون، لاقي لي شي حل. انا بعرف انه المجرم بيرجع لمسرح الجريمة اللي عملها، وانور قتل جدك، يعني انور لازم يكون هلا بيت جدك. معك حق، وانا هيك كنت عم فكر. خلينا ناخذ تاكسي لك. ولك رح يصير نص نهار وصاحبك ما بيان. انت متاكد انه انوار بدك تعلمني عليه؟ عبد الحميد بايدي اخذته على بيت عفاف، ولما رجعت المساء لقيت الشرطه محاوطه البيت والضو مطفي. ليكون مسكوك؟ لو مسكوك انت عرفت. لك وين بده يروح؟ ما له حدا غيرنا. ما دام ما اجا معناتها نيته عاطي تجاهنا، وما راح يعطينا مصرياتنا. رح ناخذ يا مصرياتنا يا روحه، علينا وعلى اعدائنا. يا ترى وينه هلا؟ انت متاكد انه عفاف عند عبير؟ ليش الشرطة قدام بيت عبير لو منه هنيك؟ معناتها أنور ماله محلي قوي غير بيت شاكر، وهلا هو هنيك. امشي تشوفه معلم. لا خليه يحس بالأمان هنيك شوي، بعدين نحن منلاقيه. امشي لشوف. نحن شو جايين نعمله؟ امشي لحتى اقول لك. فهميني بالاول قصة. بدنا ناخذ سيارة بسام القديمة، بتعرف تسوق؟ ايه بعرف، رامي علمني، بس مو هي، بسوق مرسيدس يعني. كله مثل بعضه. صباح الخير عمو. صباح الخير. عمو ممكن تعطينا مفاتيح سيارة بسام؟ تكرمي. شكرا. صحيح اللي سمعته؟ هلا عود مالي فاضي لك، لا تلبكني. شو عود وانت كمان قاعد؟ خلينا نمشي. وين بدنا نروح؟ كل الدوريات عم تدور عليها، كلها عم تدور عليها وعلى انوار. طب خلينا نلحقها قبل ما تورط. يعني وين بدنا نشوفها؟ بيت جدة شاكر، وين بدها تروح؟ هلا كانت في دورية بيت جدة شاكر بجرمانة وما شافتها. تفضل. سيدي وصلت نشرة الفنادق.
فيها شيء؟ لهلا لا. ومازن وينه؟ حكى معي شوي، قال عامل كمين ببيت عفاف. ماشي صفي. شكرا. طيب خلينا نروح نسأل نزار ورامي، بركي شافوها. انت روح على بيت عمتي وشوف اذا اجت لهونيك ورد لي خبر. خاطرك. كذبت علينا، وعدتنا انها ما بدها تروح، خلتنا نايمين وراحت. أدارة من زمان وهي عم تحكي عن هاللحظة، وكانت عم تستناها. قدر شو؟ كان لازم نمنعها. أنا لو عرفان بدها تعمل هيك من الأول كنت منعتها. طيب شو واقفين عم نستنى؟ خلينا ندور عليها. أنا خبرت كمان والشرطة عم تدور عليها. عفوا مدام هند، أنا ما فيني استنى، رح دور عليها لحالي. تعالي، ما بصير تطلعي أنت يا عفاف، بخاف يشوفك أنور. أنا رح روح شوف رفقاتها. لحظة مدام، لأعمل شوية اتصالات وبعدين بروح معك. اجت من الصبح اخذته وراحت. نزار ما قال لك شيء؟ ابدا ولا كلمه، يلبس ثيابه وراح معه. بركي راحوا لعند رامي. بتعرفي بيت رامي؟ انا بعرفه، دقيقه لغير ثيابي وروح معكم. الباب مفتوح. طيب انا رح اخبي السياره ونفوت نستنى جوا. يلا. من زمان متفقين يقتلوا لأنور، ونزار جاب مسدس خصوصي وعطاه لعبير. يا ويلي ضاع الولد.
بابا ليش ما حكيت من الأول؟ لمين بدي أحكي؟ إلي. كان لازم تحكي لي إلي. إيه بس أنا ما كنت مصدق أنه كانوا رح يعملوها عن جد. معك حق، أنا مثلك ما كنت مصدق. مين كان بيصدق؟ مين بيصدق أنه عبير هالبنت الحلوة الرقيقة الناعمة هي يطلع منها كل هالتصميم والحزم؟ أنا رح أعمل شوية اتصالات، لازم لاقيها بسرعة. خدني معك، بجوز تكون عبير رجعت على البيت. تفضلي. إذا بدكم أي مساعدة أنا جاهز. عمتي بدي أروح معك دور على نزار وعبير. وأنا معكم بابا. يلا. ليش وقفت هون؟ وين بدنا نروح؟ وديني على بيت عمتي الله يخليك. شو بيت عمتك؟ هلا الشرطة بتكون عم تدور علينا. شو يعني؟ يعني ضعنا. عندي حل، ما في غير نروح على بيت رامي. لا ما بدي، وديني على سرغايا. لوين؟ شو في بسرغايا؟ بيت جدي تحسين هنيك. لقيتوها؟ ليش ما اجيت؟ عمتي لا تخافي، كمال وبسام عم يدوروا عليها، هلا بيلاقوها. بعرفك، السيد تحسين جد العبير. تشرفنا مدام. اهلين. في المهندس حسن، ابوه لرامي رفيقه لنزار. يا اهلا وسهلا. وعد اخته لبسام وزوجة كمال. عفوا انا عن اذنكم عندي شوية اتصالات وراجع لكم. تحت امركم، شو بيلزمنا نعمل؟ عبير ونزار بيكونوا على الاشارة. بابا خلينا نروح نشوفهم. ما رح يمشي الحال، هلا كنا انا وبسام هنيك. ايه بتكون ببيت جدة شاكي. طيب خليني اروح معكم، بجوز يكونوا عنا بالبيت. طيب يلا بالاذن هلا. الله معكم. مرحبا. اهلا. السيد تحسين موجود؟ ايه هون، تفضل. ممكن تنادي له لحظه؟ حاضر. خير؟ شو في سيدي؟ اتصل زياد بيك قالوا جاهز، بس قل له شو يعمل. هلا ولا شيء، بس خليه جاهز. منير بعد 6 سيارات مع السائقين جاهزين تحت تصرفك، شو اعمل؟ اجمعهم عند ماجد واستنى مني خبر، وابعثوا سيارة تجيب جابر من بيته. حاضر. مع السلامة. سمعت شي خبر؟ لا، انت شو صار معك؟ رحت على المعمل، قال اجا نزار وعبير اخذوا سيارتي القديمة وراحوا. شو هالحكي هاد؟ سيد اكتب لي رقم السيارة هون فورا. الو سميحة تايل عندي فورا. في اخبار شي عن انور؟ ما في اخبار، بس رح نعرف وين بده يروح، يعني كل الخطوط بحبك يا حوالي. تفضل. سميحة بتتصلي بشرطة المرور بتعطيهم هذا الرقم يا عم مو يلقطوا لي هاي السيارة بيحجزوها هي واللي فيها. حاضر سيدي. شو في عندك أخبار؟ الدورية اللي عم بيت عبد الحميد عم تقول إنه مو مبين من امبارح ومو موجود ببيته. ودياب
دياب ما بنعرف عنه أي شيء. طيب بتتصلي بمازن بتخليه يترك موقعه ويسلمه لحدا تاني، وبيروح بياخد دورية على بيت شاكر بيشوف لي إذا نزار وعبير موجودين هنيك. حاضر. شو وين رأي؟ ما بعرف محتار، ما نعرف شو بدي أعمل. هلا عمتي كيف وضعها؟ ما شفتها. أنا برأيي تروح لعند عمتي وشو بصير أنا بتصل فيك. عبير بابا بس يا بابا بس حبيبي بس يا بابا أنا كنت نازل لعندك شغل بالي، اتصل خال وقال لك طالع من الصبح ولهلا ما رجعتي، وينك يا بابا؟ مرحبا عمو. أهلا مرحبا يا ابني. أهلا مرحبا عمو. أنور انقتل. شو قلت يا ابني؟ بدنا لقيناه مقتول. فوتوا لجوا وفهمون كل شيء. فوتوا. تعال بابا تعال. معك هن موجودين بالحاجز كلهم. تمام يا سيد. ايه. طيب كون على اتصال معكم. مع السلامة. يا. شو عم تعمل هون مازن؟ سيدي لقينا أنور بيت شاكر. دمشتوه؟ لقيناه مقتول سيدي. مقتول؟ شو هالحكي ها؟ وصلوا له قبلنا. سيدي شو بدنا نساوي؟ أنا رح أحكي مع النائب العام. بتاخد الشباب فورا بتخليهم يشوفوا شغلهم. بتاخدوا دورية على بيت نزار بتجيبوا لي إياه موجودا لهون، وبتفتشوا البيت إذا ما لقيتوا بتعملوا كمين. ما بدي إياكم تشوا بدونه، فهمان؟ حاضر سيدي. انصرف. ألو سميحة، جهزي دورية فورا. بدي إياك تطلعي معي. لك يا بنتي طالما ما قتلتوه ليش خايفين؟ لأنه كلهم بيعرفوا أنه نحن طلعنا مشان نقتله. لا يا بابا لا، أنا قلت له أنه بدي أشوفه وبس. بس بيكونوا خبروا كمان. أنتوا كمان يا عمو لازم تخبروا كمان وتحكوا له الحقيقة. إذا خبرنا كمان يا عمو بده يحجزنا لبين ما تظهر الحقيقة. يمكن الحقيقة ما تظهر هلأ، وأنا ما بدي عبير تدخل السجن بنوب. لا تخافي بابا لا تخافي، أنا ما راح خليني مس شعره من راسك حتى لو قلتي لهم بأنه أنا اللي قتلته. لا لا يا بابا لا تقول هيك، كفي اللي صار فيك. لا تخاف يا بابا لا تخاف، هذا الخال بعت لي سيارة بده ياني روح لعنده. أنا نازل لعنده وأنت خليكي هون، بس اوعك تفتح الباب لمين من كان يكون. اتفقنا؟ بابا الله يخليك لا تقول لحدا أنه نحن هون. شو هالحكي يا بابا شو هالحكي هذا؟ معقول أنا سلمك بإيدي؟ أنا رايح شوف فيه وارجع بسرعة. أنا نازل معك. لا بمسكوك يا عبير، لازم روح على البيت وطمن أمي. أمو إذا بدك أنا بخبرها. لا عمو معلش لازم انزل لحظة وارجع. طيب تعال معي بخلي السيارة تاخذك وتجيبك. لا لا بابا الله يخليك لا تتركوني هون لحالي بخاف. بابا هذا بيتك يا بابا، بيت ابوكي. بعدين اذا خفتي اعملي تليفون لبيت عمتك، رني وحدي وبيجيك بسرعه. رني وحدي ها، ولا تحكي مع حدا، انا بفهم عليكي. اوكي يا بابا. ما بيقتلوا ماله هون. فوتوا فتشوا البيت. على شو عم بتدوروا؟ نحن منعرف انه ماله هون، بس عم ندور على أدلة. رح اشتكي عليك للمقدم كمال. المقدم كمال هو اللي بعتنا.
سيدي لين هذا بغفل؟ لمين قال؟ ما بعرف، بعمري ما شفته. ابنك نزار امتى طلع من البيت؟ من الصبح. وامتى رجع؟ ما رجع. شو عرفك؟ انت قلتي انك ما كنت هون. ما بعرف بعمري ما شفته. وانت كمان ما شفتيه؟ قولي لابنك اذا شفتيه بس يجي لعند مقدم كمان لانه بدي اياه ضروري. اطلعوا معي. اجيت. اهلين كمان خير؟ استنوا عليكم. عاد ازيك. اجيت؟ انت ما عرفت عنا شيء؟ عرفت. طب احكي لي شو صار معك؟ عمتي كل اللي بدي ساوي غصبا عني. بترجاكي لا تزعلي مني. ليش شو بدك تعمل؟ بدي فتش البيت. ليش؟ لقينا انور مقتول وعبير هي المتهمة الرئيسية بقتله. مستحيل. عمتي لا تخافي ما في شيء، مجرد اشتباه. كمال انت بتعرف انه عبير مو موجودة هون؟ بعرف بس لازم نفتش البيت. كمال مو معقول اللي عم تساوي. رجاء لا حدا يتدخل بشغلي ولا حدا يعطلني. كمال انت مو من حقك تفتش البيت، بعدين معك اذن من النيابة. لكن لما خلص تفتيش روح اشتكي علي. انا بمنعك. بالله بدك تمنعني بصفتك شو؟ كمال فتش، اعمل اللي بدك اياه. تحركوا فتشوا، انتوا طلعوا لفوق انت فوت لجوا، بس وينكم؟ ما حدا بيحرك غرض الا بيرجعوا لمحله، ما بتخربوا شيء. ها كمال، هلا انت متاكد انه عبير قتلته؟ ما حدا طلع من الصبح يدور عليه مشان يقتله غيره. كمال طول بالك، بجوز نزار. بجوز بس هي مشتركه معه. هي ممكن يكون غيره. خير شوفي. ما تحكوا شو صاير؟ لك شوفي شو صاير احكوا. لا تخافي ما في شيء ما في شيء. عم يقولوا انه عبير قتلت انور. ولي على قامتي، ولي على قامتي حكي. عم تبكي على انور؟ انا؟ لا، على بنتي. بنتي اللي ضاعت مني مرة تانية. بنتي ولي على قامتي. سيدي ما لقينا حدا فوق، انتظروني بالسيارة. عمتي اذا حكيت او اتصلت خبريني، لأنه لازم أعرف وينها ومن مصلحتها تحكي بسرعة. كمال إذا مسكتها بدك تحبسها؟ يا ريت تسلم حالها مشان أقدر ساعدها. عمتي أنا ما بكره العبير ومستحيل أعمل شي ضده. أمي نزار هرب. امي بدهم يمسكوك. بس لا تخافي امي انا ماني عامل شيء. مدام انا رح شوف هند وكمال وبرجع اطمنك. ارتاحي. تفضلوا سيدي. رفعتوا عنه البصمات؟ نعم سيدي. كم طلقه كان في؟ ولا واحده. طيب تاخده فورا على المخبر الجنائي، بتخليهم يحللوه وبتشوف لي ايمت اخر مره استعمل فيها المسدس. شو صار بالجثه؟ سيدي الشباب عملوا لازم ونقلوه على المشرحه ونزار صار هون. نزار هون؟ نعم سيدي. فوت لي اياه فورا ولا اقول لك هات المسدس، خليه معي بدي فرجينا نزار، واتركونا لحالنا لا تفوتوا حدا لعنا. حاضر سيدي. فكلوا الكلام شو يا ابني. حاضر سيدي. تركنا لحالنا.
شرف استاذ نزار. رحنا لعندك على البيت ما لقيناك، وين كنت؟ كنت بالجامعة. من الساعة 5 الصبح بالجامعة، شو شايف الدراسة بمنامك؟ في جنينة صغيرة جنب الجامعة، بحب أدرس فيها قبل ما تبلش المحاضرات. يعطيك العافية، شاطر. أنت بالظاهر رح تكون محامي ناجح جدا. احكي، وين عبير؟ بالبيت. بيت مين؟ بيت عمتها. نزار، انت من امتى بتعرفني؟ انا بعرفك من زمان، ما نحن جيران. وانت بتعرف قديش انا بحب عبير وقديش بريد مصلحتها، صح؟ صح. معناها قلي وين عبير وانا بوعدك اني ساعدك وساعدها. تساعدها؟ ليش شو في؟ لك انا ماني عم لامك ولا؟ احكي لي وين لقيتوا انور وكيف قتلتوه؟ مين انور؟ ما بتعرف مين انور ما؟ شوف نزار، انت بتعرف اني انا بقدر ضايقك كثير. انت شاب متعلم وذكي وفهمان وقدامك مستقبل كثير منيح. بقى لا تخليني ضايقك. انا بعرف انك انت بتحبها كثير لعبير مثل اختك، وبعرف انك بتريد تساعده، بتريد توقف جنبها، وانا مثلك، انا كمان كثير بحبها لعبير وبريد ساعده ورايد وقف جنبها. بقى احكي وين عبير؟ وين عبير؟ كل اللي بقدر اقول لك اياه انه عبير ما له علاقه بقتل انور. انت قتلته وبهذا المسدس. هذا المسدس بتعرفه؟ ايه بعرفه، بس هذا المسدس فاضي ما في ولا طلقه. طبعا ما فضيتهم كلهم بأنور. قلي لشوف، معك رخصة؟ لا. سعيد، سعيد، شو عم سيدي؟ خد لي على الحجز. حاضر سيدي. ليش رح تحجزوني؟ وبأي تهمة؟ حياسة سلاح بدون رخصة. هيك معك حق، بس وقت خليني يضربوني، ها، لانه ما بعرف شو بعمل. الله يسامحك، ليش نحن بنضرب حدا؟ بس نحن رح نخليك تبق كل شيء عندك بدون ضرب. خذوا. حاجة تبكي، إذا قدرت شوفها قبل ما يمسكوها الشرطة أنا بعرف كيف خلصها. وين بتكون راحت؟ ما إلا غير نزار وهو معه، وين بيكونوا؟ شوفوا رفقات المشردين، بجوز تكون معهم. رفقات عبير مالهم مشردين، نزار ورامي طلاب جامعة ومربعين أحسن ترباية. سمعتوا شيء؟ مسكوا نزار، وإجا الشرطة فتشوا البيت اللي بل إجا نزار مسكوه. وعبير كانت معه؟ لا خالي لا، مسكوه لوحده واخذوه. دخيلك يا ست انت، ابني نزار ما عندي غيره. وما قالك وين عبير؟ ما لحقت افهم منه ولا كلمه. انا رايح اشوفه. استنى، لا تخاف، انا محاميه ورح طالعه بسرعه. امشي بس. لحظه، عن اذنكم رح اتصل بالمحامي يسبقنا لهنيك. قلت لك انه انا محاميه وما بدنا حدا. عفوا، انا رح اتصل فيه مشان شغله ثانيه. محامية؟ عن مين؟ عن نزار. ومين موكلك عن نزار؟ أمه وكلتني. يا روحي،
روحي على البيت ديري بالك على الولد روحي. مقدم كمان انا عم احكي معك هلا بصفة رسمية، انت ليش موقفه لنزار وشو تهمته؟ اشتباه. اذا ما في تهمة ما بحق لك توقفه. لا تطمني في تهمة. طيب شو هي؟ التهمة هي حيازة سلاح بدون ترخيص. وقال لك وين عبير؟ لحد هلا ما كان يقبل يقول. كمال الله يخليك، لف قضية المسدس هي، حرام على الأقل مشان أمه. أيوه، وبأي صفة حضرتك عم تطلبي مني هلا؟ بصفتك محاميته لنزار ولا بصفتك مرتي؟ بالصفة يلي بدك إياها. تكرم عينك. هلا بس يجي تقرير المخبر، إذا كان المسدس ما له علاقة بالجريمة بخلي سبيله. تفضل. المحامي ماجد الموكل عن نزار. اوف الله يزيد ويبارك، محاميين عن نزار؟ لو كانت عبير موقوفة كم محامي كان اجى معناتها؟ كل محاميين البلد. تفضل استاذ امور، انا تحت تصرفك. ممكن اطلع على الضبط تبع نزار؟ وممكن شوفه واحكي معه؟ استاذ نحن لسه ما عملنا له ضبط، بس على كل رح جيب لكم اياه لهون على المكتب تشوفوه تحكوا معه براحتكم. خير شو في؟ سيدي عبد الحميد لهلا ما له اي اثر، ولا دوريه قدرت تعرف عنه شيء. ودياب؟ دياب كمان ما بنعرف عنه شيء، يعني لو نعرف عنوانه كان بيساعدنا شوي. سيدي انا بقترح انه نفتش بيت عبد الحميد. ماشي ماشي، بنكمل حديثنا بمكتب مازن. بكل الاحوال بعتيلي نزار مع شرطي مشان يشوفوه عندي بالمكتب. وين رايح؟ ما بدك تشوف نزار؟ خمس دقائق وراجع، رح اشوفه، بس عندي شغلة مهمة كثير. أعطيني المقدم كمال، موجود بغرفة بهاء، بسرعة. قالوا نعم. أنا كمال، مين عم يحكي؟ عم تدوروا على عبد الحميد ودياب؟ إيه نعم، مين عم يحكي؟ دياب عنده منزول بباب شرقي، حارة المجد. بتلاقيه هنيك. إذا ما بتقلي اسمك ما بصدقك، مين عم يحكي؟ أنا الطير. قلي وين عبير؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ لحظة لنفهم منه شو التهمة. حيازة مسدس بدون ترخيص. وقتل أنوار؟ ما لي علاقة بقتل أنوار. المسدس مسكوه معك؟ لا، مسكوه بالبيت اللي مفتشوه. أنت كنت بالبيت؟ لا. مين ساكن معك بالبيت؟ أمي وأختي. وين أبوك؟ متوفي من زمان. بتقول هذا المسدس للمرحوم أبوك وما بتعرف عنه شيء من زمان؟ لما سألني كمان عن المسدس قلت له إنه إلي. حدا كتب شو قلت؟ كنا لحالنا بالغرفة. لما بيصير التحقيق رسمي بتقول المسدس لأبوك مو لك، فهمت؟ شايف المحامين شو بيعملوا؟ عدو ليش واقفين؟ تعال عبسك شوي. ليش هيك عم تشتم بإيدي؟ تعرف وين عبيد؟ بعرف. هي بخير؟ بخير. بدك تقلي وينها؟ لا، ما بدك تقول لحدا وين عبير. ابدا. عبير قتلت انور شي؟ لا. انت قتلته؟ ولا انا قتلته. تعرف مين قتله؟ ما بعرف. انت متاكد انك ما رح تقول لحدا وين عبير؟ حتى ولو شنقوني. هيك بدي اياك. خليك رجال.